ايوا الدقيقه ما كاملش وغادي نمشي في حالاتي. الله يحفظكم اختي اختي شويه هكا الله يحفظك ما شفت شي واحد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي جريده الحدث 24، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينه افران او ما يسميها كافه المغاربه او الزوار ديالها سويسرا المغرب. مدينه افران المعروفه بهذا الاسد اللي منحوت على هذه الصخره. مدينه افران حاليا بدون ثلج، مشينا للميشليفان كاين الحمد لله الثلج، كاين اجواء رائعه في ميشليفن، لكن في مدينه افران او سويسرا المغرب المعروفه بمعلمه ديالها ديال هذا الاسد. خدينا الاسد غير من الصوره للواجهه الاماميه، كاينين ناس سياح كيجيو كيتصوروا، ما بغيناش نديرونجيوهم ولا يعني نخسروا لهم الاجواء اللي كيعيشوها رفقه العائلات ديالهم. نقول لكم الأجواء غير وسط هنا وسط مدينة إفران، أجواء رائعة، مدينة الهدوء، مدينة السياحة بامتياز، الطبيعة فيها مزيانة، الجو مزيان، يعني كاين البرد هنا في إفران ولكن الحمد لله أجواء رائعة. غادي نمشيو إن شاء الله في حول المكان الآخر، نقول لكم الأجواء ديال واحد الحديقة واحد البحيرة اللي كاينة هنا في مدينة إفران. غنمشيو نطلعوا من واحد الجانب آخر باش نقول لكم مدينة إفران والأجواء ديالها المثيرة والجميلة، المدينة الهادئة اللي كانت مدينة محببة عند الملك الراحل الملك الحسن الثاني اللي كانت كيعتبرها من المدن اللي كيرتاح فيها وكيجي لها دائما. وشحال من خطابات كانوا هنا في إفران وشحال ديال يعني مؤتمرات اللي كان كيترأسهم الحسن الثاني كانوا كيكونوا هنا في مدينة إفران، يعني مدينة الهدوء والطبيعة الخلابة. متابعينا كما تشوفوا معنا في هذا اللايف، ما ينقص مدينة إفران دابا حاليا هو الثلج، يعني إذا كان الثلج مدينة إفران غتكون في أحسن الحلال ديالها. غنطلعوا متابعينا لهذا المكان نقول لكم مدينة إفران معروفة بواحدة من أحسن الجامعات في المغرب اللي هي جامعة الأخوين، ومن هنا كيبان الأسد المنحوت على صخرة واللي كتختلف في الروايات على هاد التاريخ ديال نحت هاد الأسد، كل رواية وشنو كتقول. كيبقى الأسد في مدينة إفران المنحوت على تلك الصخرة هو معلمة من المعالم ديال هذه المدينة الرائعة كما كتشوفوا، اللي فيها واحد التنوع ديال الأشجار والنباتات، يعني كتختلف ما يعاب على هذا المكان اللي قلنا اللي هو الأسد. متابعينا هو أنه ما كاينش شي لوحة اللي كفيها مثلا التاريخ ديال هاد الاسد اولا شكون اللي نحت هاد الاسد ولا اللي نحت هاد الاسد ولا مرحبا، يعني قلت كاينه شي بلاكه اللي كت
تقول التاريخ ديال النحت هاد الاسد اولا الاسم ديال الناحيه ديالو. فقط كاين مجموعه ديال الروايات اللي كتقول انه كان اسير من جنسيه المانيه في الحرب العالميه، هو اللي تكفل بالنحت ديالو مقابل اطلاق السراح ديالو، في حين ان كاين روايات اخرى كتقول انه كان سجين فرنسي هو صاحب هذا التمثال اللي هو هنري جان مورو على ما اظن، هذا الاسم ديالو، هذا هو الاسم ديالو، هنري جان مورو، هذا هو الناحيه ديال هذا التمثال ديال الاسد. يعني هنا كتختلف الروايات، وكان بالاجدر انهم المسؤولين ديال هذه المدينه يديروا شي لافته ياكدوا ولا ينفيو ولا يقولوا شكون هو اللي نحتها، واش مغربي، واش فعلا هذاك الاسير الالماني اللي كما كيقولوا كان في الحرب العالميه، او السجين للفرنسي. ما عرفناش بالضبط شكون اللي كيهم من هذا الشيء كامل، هو اننا كننقلوا لكم متابعينا اجواء هذه المدينه الهادئة الرائعة، المدينة المحبوبة عند كل الزوار اللي كيجيو ليها من مختلف أقاليم ومدن المملكة. مدينة دائمة الخضراء، يعني دائما خضراء، كاين واحد الضايع أو بحيرة في الوسط ديالها اللي كانت ناشفة في فصل الصيف، لكن دابا الحمد لله عادت المياه لها بعد التساقطات المطرية الأخيرة، عادت المياه لهاد البحيرة اللي كيجيو لها السياح أيضا من مختلف المدن، ضروري ما كيجيو لهاد الضايعة. اللي كتضفي على هذه المدينة جمالية، وفعلا في فصل الصيف فاش كتجي وكتشوف هاد الضياء ناشفة ما فيهاش الماء، كتمشي لعين فيطال كتلقى عين فيطال ما فيهاش الماء، كتصاب بواحد الصدمة، يعني مولف تجي الإفران في فصل ديال الشتاء ولا فصل الربيع وتلقاها الحمد لله فيها الثلج، فيها المياه، فيها كلها خضورة، فاش كتجي في الصيف وخاصة الصيف اللي فات والصيف اللي قبل منه كنا كنجيو كنلقاوها والو ناشفة ما فيهاش قطرة ديال الماء، لكن الحمد لله هذا العام كتشوفوا معنا رجع لها شوية ديال الماء، ما عامراش كما كانت كتكون عامرة من قبل. نتمنوا حتى عين فيتال ولا الشلالات الأخرى يكون فيهم رجع لهم الماء ديالهم، وخا صراحة ما طاحت الشتا بزاف ولكن على الأقل يرجع لهم شي شوية ديال الماء، علما أن ضي تعوى ناشفة ما فيهاش قطرة ديال الماء، ما كيناش ضي تعوى ناشفة متابعينا. نتمنوا الخير، هذه الأجواء هنا بمدينة إفران أو ما تسمى بسويسرا المغرب، أجواء رائعة كما قلنا متابعينا. غادي نمشيو وإياكم ونطلعوا نمشيو للجهة الجانب الآخر إن شاء الله بحول الله، الجانب اللي كنا فيه يعني كننقلوا هاد اللايفات التفاعليه حتى بالنسبه للسياح اللي كيعشقوا الطبيعه والناس اللي كيبغيو يمشيو في الويكاند للمدن المغربيه. مدينه افران من احسن المدن اللي يمكن لهم يمشيو لها، ونتمنوا يكونوا برامج ديال اللي كيشجعوا على السياحه الداخليه. وزاره السياحه راها قائمة بالواجب، ولكن خاص مزيد ومزيد من البرامج و يشجعوا السياحة الداخلية، لأن البلاد ديالنا راه السياحة والفلاحة من أبرز الموارد اللي كيدخلوا في ميزانية الدولة أموال كثيرة، واللي نتمناو أن السياحة الخارجية أيضا تهي تزدهر بعد ما شفنا كان ركود في السنوات ديال كورونا، لكن هذا العام الحمد لله هذا العام الحمد لله شي شوية بدأت كتحرك السياحة، سواء السياحة ديال الخارجية أو بالنسبة للسياحة الداخلية، واللي نتمناو كما قلنا وزارة السياحة
تدير مجموعه ديال البرامج اللي يستافدوا منها. كل الراغبين في زياره المواقع السياحيه المغربيه ومن بينها ميشليفن، تاونات، تازا، وخاصه مغارات فريواطو اللي كاينه في تازا واللي هذه تقريبا اكثر من 5 سنين وهي شاده، وما عرفناش السبب الرئيسي. كيقولوا انها فيها بعض التصدعات وكتشكل خطر على السياح، ولكن نتمنوا يتم اعاده الفتح ديالها، لان مغاره فريواطو من اشهر المغارات اللي كاينين في المغرب، وداك هو المغارات ولا الاكتشافات اللي كيكتشفوا في حال هاد المسائل. كاين واحد الاسم كيطرحوه كيتسموا بها، حاليا بحال محرومين من فريواطو، اللي نتمنوا تعاد الافتتاح ديالها في القريب العاجل. يعني المغرب فيه مجموعه ديال المواقع الاثريه والتاريخيه اللي تجلب سياح من مختلف البلدان، ماشي غير من المغرب، مختلف البلدان، اضافه الى السياحه في العالم القروي، بحال مثلا بولمان في هذه الوقيته هذه هو فيه الثلج، هو فيه سياحه تكون رائعه، مثلا الناس يمشيو لذاك عالي الجبال. لكن كاين تقصير، بعض الاقاليم كنلقاهم كياخذوا حقهم، واقاليم اخرى ما نقولوش من سيا، ولكن ما كتاخذش حقها من لا سواء في الاعلام ولا سواء في لا المجالس المنتخبه ديالها ولا حتى شي حاجه ما كيعرفوا بها اكثر ما كيعرفوا بها ولاد المنطقه ديالها. هذه هي الاجواء هنا في مدينه افران، باش ما نخرجوش على السياق، فقط كنقول لكم هذا المباشر التفاعلي. كاين برد قارس هنا مدينة إفران، لكن أجواء زوينة اللي تشجع وتخلي كل هواة الطبيعة يجيو. الاستغوار، الأخ اللي كيقول الاستغوار، شكرا لك أخويا. الاستغوار هذوك كيتسماو الاستغوار، مثلا هذوك اللي كيمشيو للمغارات فريواطو ولا المغارات كيتسماو هواة الاستغوار. شكرا أخوك أخويا، ألف تحية لك. شي مرات كيمشيو الكلمات كيغيبوا، مثلا كيجي موضوع في السياق كنطرحوه وكيمشي لك الكلمه ديال نوع داك المجال. بالنسبه للمتابعين كيذكرونا، شكرا لكم بزاف بزاف، وتحيه لكم وكل المغاربه سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. وكتشوفوا معنا الناس كيتصوروا بالجانب من السباع و فرحانين، اللي كيجيو في رحلات. وتحيه لكم متابعينا، تحيه لكل المغاربه اينما تواجدوا، الى مباشر اخر ان شاء الله بحول الله.